جديد حالة ياسمين عبد العزيز، شقيقها يثلج صدور محبيها. رسالة جديدة من أحمد العوضي إلى ياسمين عبد العزيز بعد تحسن حالتها الصحية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب ياسمين عبد العزيز ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع ياسمين عبد العزيز. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. ثلاثة أطباء مشاهير وراء أزمة الفنانة ياسمين عبد العزيز. قال الدكتور كريم مصباح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إن بالنسبة إلى أزمة الفنانة الشهيرة ياسمين عبد العزيز، فقد نشر عدد من الأطباء تفاصيل عن الحالة الصحية واختراق خصوصيتها، وبينهم الدكتور جمال شين والدكتور ماهر عين والدكتور خالد ميم وآخرين من أساتذة العظام الأفاضل، وطالب مصراح في تصريحات لصدى البلد منهم ترسيخ أدب المهنة ومساعدة النقابة في منع انجراف المهنة السامية لسفوح لترندات، وتحري الدقة من الإعلاميين فيما ينشره تحت مسمى الخطأ الطبي دون تحقيق أو تحقق بما يضر بسمعة الممارسة الطبية داخل مصر. وأوضح عضو المجلس أنه منذ شهرين كلف عضوا بلجنة الاستماع والمتابعة لظهور الأطباء على البرامج الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، وأوضح أن المسؤول الوحيد عن تحديد حدوث أخطاء طبية هي لجنة مختصة مكونة من أطباء وأساتذة، وذلك لمنع الأخبار والشائعات والبلبلة. وأكد على أن الشائعات الخاطئة المنتشرة عن الأخطاء الطبية يمكن أن تتسبب في عزوف الأطباء عن عملهم وخوفهم من خوض أي عملية جراحية. تعليق غريب من أحمد العوضي بعد استقرار الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز. وجه الفنان أحمد العوضي رسالة غريبة لجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، حيث كتب: على قدر أهل العزم تأتي الشدائد، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وكان قد وجه الفنان أحمد العوضي الجمهور مساء السبت الماضي بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، وكتب عبر موقع فيسبوك: الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العملية محتاجة دعوتكم. اللهم أنك أنت الشافي والمعافي، بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها. ثم كتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: الحمد لله ياسمين خرجت من العناية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها، حيث أن الحالة تحت رعاية طبية. بعد خضوعها لعمليتين تحسن كبير في حالة ياسمين عبد العزيز. ما زالت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز في غرفتها داخل أحد المستشفيات تستكمل علاجها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفترة الماضية، وأصبحت حالتها مستقرة حتى الآن بعد خضوعها لعمليتين حسب تصريحات وائل عبد العزيز في مداخلة هاتفية لأحد البرامج، موضحا أنها ستخرج من المستشفى خلال 10 أيام. ودخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز المستشفى السبت الماضي 11 من يوليو لإجراء عملية تكيس المبايض لمعاناتها من وجود أكياس دهنية على المبيضين وإجراء عملية شد البطن، وبعد ذلك حدث بعض المشاكل مثل زيادة عدد ضربات النبض، ونقل الأطباء المعالجون لياسمين عبد العزيز إلى غرفة العناية المركزة ووضعوها تحت الملاحظة الدقيقة مع استخدام مضادات حيوية ومحاليل حتى استقرت نسبة الأكسجين في الدم، إلا أن ما حدث هو نقص في نسبة الهيموجلوبين ووصلت نسبته إلى 7.6، وهذه نسبة قليلة جدا مقارنة بالنسبة الطبيعية للسيدات والتي يجب ألا تقل عن 12 وفقا لمصادر طبية. ياسمين عبد العزيز من الطفولة إلى المرض، رحلة كفاح مستمرة. فتاة مرحة على قدر مرتفع من الجمال الممزوج بالقبول، عاشت طفولتها في منطقة راقية مثل المعادية، بالتأكيد هي مدللة أو تمارس مهنة التمثيل من أجل الهواية، هكذا يمكن أن تعتقد حين تفكر في بداية ياسمين عبد العزيز. الأمر ليس كذلك، ربما يعتقد البعض أيضا أن حالة الكفاح الذي تعيشها ياسمين عبد العزيز الآن تجاه المرض ليست بجديدة عليها، فهكذا تعيش منذ طفولتها، ولكن باختلاف التفاصيل والمواقف. ياسمين عبد العزيز ممثلة مصرية من مواليد عام 1980، بدأت حياتها العلمية في مرحلة مبكرة وتحديدا حين كانت في 12 من عمرها، ورغم أن طبيعة عملها تبدو ترفيهية
إلا أنها ساعدتها في تحمل المسؤولية منذ البداية، فلم تتعامل ياسمين مع العمل على أنه شيء مؤقت أو هواية ممتعة فحسب، خاصة لوجود البديل وهو أنها تعيش حياة كريمة داخل أسرة ميسورة الحال. وبعد أن انفصل والدا ياسمين عبد العزيز، كرست والدتها حياتها لتربيتها هي وأخويها دون أن تتزوج، الأمر الذي جعلها تقرر أن تتولى مسؤولية نفسها المادية بمجرد بداية عملها في الإعلانات، ليس فقط من أجل مساعدة والدتها ولكن لأنها تحب الاعتماد على نفسها. ومع مرور الوقت ووصولها إلى مرحلة عمرية أكبر، لكنها كانت ما تزال صغيرة أيضا، قررت إعفاء والدتها تماما من المسؤولية المادية لأسرتهم على أن تتولاها هي بنفسها، واختارت ياسمين لنفسها أن تكون شخصية مكافحة منذ الصغر. شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يكشف عن تطورات حالتها الصحية. كشف شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن تطورات حالتها الصحية، مشيرا إلى تماثلها لشفاء التام، مؤكدا أن وضعها الصحي مستقر وستخرج من المستشفى في القريب العاجل. وقال وائل عبد العزيز على حسابه على فيسبوك: الشكر لكل الدعم الذي تلقته شقيقته من جمهورها في مصر والوطن العربي. وكتب شقيق الفنانة ياسمين: أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي على اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعائهم في أيام مباركة زي دي، وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أوجدت حقيقي حب كبير لبنتي وأختي. وأضاف ياسمين: الحمد لله حالتها مستقرة وإن شاء الله خروجها عن قريب. وكان الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز قد خرج إلى جمهورها ليطمئنهم عليها بالقول: ياسمين داخل المستشفى وحالتها الصحية شبه مستقرة بعد خروجها من العناية المركزة، وسوف تغادر المستشفى في القريب العاجل. كما كتب زوج ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي على حسابه على فيسبوك: الحمد لله ياسمين خرجت من العناية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها حيث أن الحالة تحت رعاية طبية. خبر صار عن ياسمين عبد العزيز شقيقها يؤكد خروجها قريب. في خبر صار، كشف شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جديد تطورات حالتها الصحية، مؤكدا أن خروجها من المستشفى بات قريبا. وقال وائل عبد العزيز من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الجمعة: والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: هل خرجت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز من المستشفى؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.